هو سامحني يا عم مولدي بعد اذنك اخويا فوزي، احنا عرفناك مناضل حقوقي في الجمعيه الدوليه للدفاع عن السجناء السياسيين، وتوا حاليا يعني هذه مش لازم تحقيق. لا مش تحقيق، جست معناه لا هذايا قرار، معناه مثال باش نعرفوا احنا، معناه نحطوا الامور في اطارها، معناه ماناش نحكيو مع انسان بيروقراطي، معناه نحكيو مع انسان مناضل حقوقي شارك في مظاهرات هو بيدو وتقمع قداش من مره وناضل وكذا. تو حاليا في ديوان سي سمير ديلو وزير العداله وزير حقوق الانسان العداله الانتقاليه، ولهي بملف الجرحى. احنا نعرفوا اللي يعني الحكومه خذات تركه يعني من ملف معقد ونجم نقولوا حتى مفخخ، تفخخ طيلة حكومة السبسي بالأخص. حاليا فما إشكال، الإشكال المطروح توا حاليا إنه اليوم مثال جريدة الصباح الأسبوعي، جريدة الصباح الأسبوعي نشرت يعني كلام نسبته للوزير سمير ديلو، كلام يعني فيه لبس نجم نقوله، وماهوش واضح ويحمل اكثر من تاويل. الكلام هذا يقول انه سي سمير ديلو صرح انه الالمان يعني كي طلبوا انه تجي لجنه من عندهم طبيه يعني مساس بالسياده التونسيه، دونك اللي بليسي كل في قطر. في النقطه هذه اللي معناها الجرحى، انا عينت مثلا رد فعل محمد الجندوبي مثال، حسوا روحهم يعني كأنه معناها نحبوا نتخلصوا منهم، هاو كان مش ألمانيا، ألمانيا هاو يعني مس بالسيادة الوطنية دونك قطر. كان تشرح لنا سي فوزي يعني التفاصيل في الموضوع هذا، الألمان شنو ردهم يعني شنو طلبوا؟ فقلت لك لما جاء لما علمونا أنه الألمان مش ياخذوا مجموعة من الجرحى، كان بالنسبة لي يعني أسعد نهار، أنا شخصيا أسعد نهار قعدت في الوزارة، لانه فما حاجة بناها باش تصير وكنا نستنى فيها. حتى طمنا انا، حتى طمناه وكلمته انا شخصيا بالتليفون، ان شاء الله مبروك، هاو من جهة اللجنة الطبية وافقت على درست حالتكم وقالت انتم باش تخرجوا، من جهة الالمان قالوا نقبلوكم. في انتظار احنا بعثنا الدوسيات، فهمتني؟ بعد مدة ايه وين وصلتوا وش عملتوا، الاولاد كيفاش حضروا لهم اوراقهم وش عملوا كذا. قالوا لا الالمان، قالوا لا في الاقل شوي رانا معناها الوضعيات حسب ما شفنا في التقرير الطبي وضعيات صعيبه شوي وتاخذ وقت ومطلوب منا احنا كيفاش ناخذوهم انه يتحسنوا بنسبه معينه، معناها 5% 10% زيدوا باش يتحسنوا، وهذا يجم معناتها يجم يكون لكن في وقت طويل شويه. واذا كان معناتها الاولاد هذوما باش يجيو معناتها عندنا بعيد على الاطار الاجتماعي والنفسي نتاع عائلاتهم والمجتمع نتاعهم، راهو بدنو ما عادش يجيو، راهو يجم ما يعطيكش النسبه اللي انت تتصورها باش تتحسن، ما يعطيهالكش. الو فهم مشكل عمق، فهم مشكل هذا انه الجانب الاجتماعي والنفسي بالنسبه للمريض اذا ما توفرش باش يمشي غالي. المانيا المان ما يعرف حد، ما يحكيش بالالمان، يحكيش بالالمان، وتعرف طبيعه الالمان ياسر معناتها وساك شويه، ما عندهمش كيما هكا كيما نقولوا يفرهدوا يعني كلمتين وخص، هذيك طبيعتهم اللي باش يلقى روحه معناها في جحيم. انا شفت معناتها مسلم قصد الله هاو في هاو عندنا هنا في القصار 7 شهور في القصار ما تحملهمش، قال لك يا خويا قص لي ساقيه وفهمتي خلوها عند داري 7 شهور بعيد على داري. فالجانب الاجتماعي معناها مهم ياسر في الحاله النفسيه بتاع المريض اللي باش يعطيك نتيجه باش يتحسنك من 5 و10 و15 و20% معناها تتحسن وضعيتك، لانه الطب التونسي توا معناها هنا الحالات هذوما توا باش يخرجوا، لكن هو في الاصل اذا كان ناخذوا قد معناتها بالصوره باش يقعدوا ناقصين نفسانيا هما، معناها ناقصين حاجه. راهو الطب التونسي ما يقل ما, 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 ما يزيدش عليه، يزيدوش عليه الالمان كيف التجهيزات، خلينا نكونوا واضحين، هذا تنجم تسمعوا من الالمان انفسهم، الالمان في الطب ما يزيدوش على التوانسه كان بالتجهيزات. هذا شنو ناقصنا احنا؟ تجهيزات. فهو مش قالوا الالمان، قال لك
هاو معناها نشوف الحالات اللي احنا نجم نجيو نبعثوا الاطباء نتاعنا خبراء نشوفوا الحالات يعاينوها اللي نبي بجينا وناخذوا الحالات اللي راهو فيها مناسب نجم نهزوم ونعتنيو بهم ما يقل ما يطولوش ياسر نجم نعطيو نتيجه بسرعه فهمتي والحالات الاخرى احنا راهو انه يمكن نوليو يبقاو عندكم ونبعثوا لكم احنا التجهيزات ما تستحق تستحقوه التجهيزات نبعثوه لكم نعاونكم بهم فعملينا هذا وراو الطب طيب وقتاش باش يجيو الطب هذوما الخبراء قالوا اسبوعين ثلاثه اخرين فهم كيفاش انا احنا تحطينا هنا تو في وضعيه اللي معناتها من جهه الالمان موافقين اما راهو يطولوا باش يجيو وباش يجيو مش باش يجيو باش يشوفوا معناتها شكون باش يهزوا من الاولاد هذوما وش باش يخليو طيب احنا على حاله ثانيه زاد اللي قتل قالت لك هذا اعطيني معناتها الاولاد اللي عندك فهمتني احنا الاولاد اللي عندنا في حالات تعالج انا ما فماش طب التونسي يقول لك كل الحالات الموجوده عندنا نجم نعالجوها لكن معناها ربما يكون التجهيزات اللي عندنا معناها مش موجوده فهمتني ما تتوفرش تتوفر فيها سواء في المانيا او في قطر نعطي امكانيه هذه للاولاد ولو النسب هذه تتحسن محدوده لكن من ما دام فما فرصه متاحه ما فيها باس معناتها وفما حاجه اخويا فوزي سامحني معناها اذا نوزنوا تو المبادره الاقتراح الالماني ولا العرض الالماني مع العرض القطري يعني العرض الالماني حصروا النومبر نتاع البليسي اللي مستعدين يقبلوهم العرض الالماني اي محصور في قداش هما تو عندهم سبع حالات سبع حالات ومهم والقطري قال لك هذا عطيني عندك لكن هذا تعطيهم الكل مع بعض الحاجات خفيفه مش هذا تعطيهم الكل مع بعض المستعصي معناها قبلتهم للمان معناها اه والقطريين لا مش خفيفه لا مش خفيفه القطريين قال لك حتى لو كان انا الحاله اللي عندي خاطر ما تنساش التجهيزات الطبيه في قطر بعت على اعلى مستوى فهمتي ايضا الطواقم الطبيه زاد كيف من اكثر الكفاءات العلميه وما يجيبوا من برا بتعرف معناتها هما يعني عندهم فرص زاده متماثله مع الفرص الموجوده في المانيا فهمتي لكن هما العرض نتاعهم كان بلوز موان سخيف يعني فهمتي قال لك هاتش عندك ولو كان انا الحاله اللي عندي جبتها وبعد لقيت صعوبه في التعامل معها نشوف انا بلاد اللي نجم نتعاوننا فيها نبعثوه احنا على حسابنا ايضا قطر فالمشكل انه البلاد ما تتحملش المصاريف نتاع هذا واقع انا باش نقول لك كنت نحكي له محمد توا قلت له انت بوك تقول له معناتها 5000 يقول لك هاك 500 مش 5000 قول له لا بابا عاش 5000 يولدي يقول لك ما نجمش انا يمكن خمم في اخر الشهر باش نكمل اخر الشهر فهمتني فهذه وضعيه بالضبط تلقاها في الدوله كيما تلقاها في دارك هذا سبحان الله سامحنا تعطيك كبير توا احنا قديت هم سبع من الناس قدي دولة كمان 17 على الحالات كما نقولوا تاع الشنشي مثلا الالمان بهز مع 17 راح تشوف ليبيا معناها بعث ولادها ديجا بعث ولادها الالمان ديجا هم الكلينيك لهنا بالسكر برم تشوفهم بولاد يعني تصور بماتهم بولادهم بياتهم ليبيا خسرت عليه ما معاملوا كذا خسرت نحو بار هذوما الجرح نحن ما عندناش من اصله في الميزانيه الحكايه هذه الجرحى ما كانش عندنا وما كناش نعلموا بيه بالسير الشيء هذا قعدنا في الكوره حاجه لا يلعب شو نعملوا لهم هذوما منين بيجيبوا لهم فلوس كيفاش باش نداوي منين باش نخسروا عليه هذا اللي موجود تو معناها انا تو سي مولي انا والله ما نحبش ندخل معناتها في الحديث نتاع خاطر باش لا لا مش تدخل شويه خاطر كان باش نجاري تو في الحديث باش ندخل في السياسه لا باش ندخل في السياسه انا ما نحبش معناتها ندخل في بعض الاحكاء امور تاع فما جانب سياسي في المساله ما نحبش ندخل فيه هذا الموضوع انا بالنسبه ليا وبالنسبه حتى لوزارتنا هذا موضوع انساني ووطني ولازم الناس الكل تشارك فيه كان المجتمع المدني جاهز باش يجي يعاون يتفضل كان معناها الدوله ومجتمع معناها دوله ومؤسسات البلاد معناها مستعده باش جاهزه كان بخيالنا وشقائنا العرب ونحاولنا نفهم كيف معناها جاهزين هذا وزاره اعطينا نحل المشكل من دون حسابات فهمتني هذا شو القصد وحاجه اخرى اخويا فوزي سامحني اسكو نجمو تو في المقارنه هذه بين ليبيا وتونس مثال اسكو نجمو نقولوا انه الريزولتا هذا الليبي على خاطر في ليبيا المسار الثوري استكمل اون فان كونت معناها بيراق الدماء كذا وكل لكن في تونس مازال المسار الثوري معناها لا ما عندوش علاقه لا ابدا
انا اوصف يقينا، انا قلت اكثر من مره الجرح، قلت لو كان انا ما عندي ثقه في الناس اللي توا موجودين في الحكومه وفي الرئاسه زاد، لو كان ما عندي ثقه والله ما نضرب، ما نضرب. لا انا ما نقصدش هذا، يعني ناس، لا 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 لا, لا, لا انا نقصد، أنا لا 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 ما نقصدش هذا اخوي فوزي، لا نقصد في التفاصيل الاداريه في كل اداره اكيد انه مازالوا فما يعني ناس الولاء نتاعهم ماهوش للوطن، وداير هذا نتصور العوائق اللي قدام الحكومه الحاليه. انا واحد من الناس يعني مؤمن انه الحكومه الحاليه قاعده تحاول تنظف صحيح تدريجيا، تحاول يعني، لكن ورثت تركه يعني مفخه وتركه صعيبه من الحكومه الفائته. انا كنت في الهيئه العليا، كنت في الهيئه نتاع عياض سي عياض بعاشور، الهيئه العليا تحقيق اداء الثوره. ومثلا جيت وزارة وقت اللي كان وقت اللي تحلوا ملف الشهداء وجرحى اختارونا ملايين في الموضوع، مثلا بعض عاش كيفاش يعني كان ملف يقول لك احنا ما نجموش يتحملوه هذا كبير ياسر، معناتها مثلا ومش في برنامجنا يعني من قبل كان واحد فهمتني بعد جات الحكومه هذه فهمتني لقات الموضوع قدام احنا في الوزاره اول ما عملنا لا خلينا اربع اجراءات معناتها استعجاليه من بينها اللجان الطبيه اللي هي قاعده تشوف ولا في جرح وحددت الناس اللي باش يخرجوا. وين وصلنا تو؟ وصلنا في الناس باش يخرجوا تو، هاي وين العطاله؟ الناس يخرجوا نظرا لانه امكانيات الدوله ما تسمحش باش تخرجهم وتتحملهم البرة ومصاريفهم، هما باش يتحملوهم في الكلينيك ما نجموش انا خاصة من هنا ما فما بالك معناتها باش يخرجوا لبرا وعلى نفقة شكون وطيارات، فهمتني؟ فأنا نفهم الوضعية الحالية الاقتصادية بتاع البلاد معناها إمكانياتها ما تسمحش باش يتحملوا مصاريفه. كي لقينا عروض بتاع أصدقاء وأشقاء أهلا وسهلا مرحبا نعطينا على عند ولادنا احنا. وكومون كونكريتيزي كومون كونكريتيزي البروبوزيسيون القطرية سي فوزي؟ ان شاء الله قريبا معناتها فما قمه عربيه معناتها بتصير في بغداد، معناها باش نشوف معناتها يعني ان شاء الله يصير شي التقاء معناها بين المسؤولين الرئاسه والامير والخارجيه زاد بتاعنا وبتاعهم، معناها تنسيق في تسريع الحكايه هذه. علاش احنا تو نحكيو على الحل الالماني جماعتين ثلاثه اخرين، الحل القطري ها قدامنا ناس ماشيه فهم كيف تو يهزوا حتى دوسيات في ايديهم، فهمت؟ فلوجوا احنا نتعاملوا مع الامور في الواقعيه، مو احنا ما نجموش هاو غير نعرض علينا، هذا طول علينا، هذا مشي لهذا فهم كيف اللي وقت اقصر. قلت له محمد مو خلوا لك ناس باش يخرجوا وباش تخرج راك خارج. راك خارج بحول قالوا لك ناس باش تعالج راك باش تعالج. هاك تتعالج توا في سكره. وحتى مساله اللي كنا نناقشوا فيها الحكايه تو في مع الرئاسه على المصاريف نتاع بحولها معناها باش تصور صح ما عادش يحب يخلص. انا قلت لك كنا نحكيو تو مع الرئاسه على موضوع معناتها مصاريف الاقامه نتاع السي محمد جندوبي ورشد العربي. الرئاسه تكفلت معناتها باش تغطي المصاريف المصاريف السابقه هذيك متخلده بالذمه على الدولي ريت نطلب ونساسي ومعنا لا لا خليهم معنا جواب باش ولادهم ما تضيعش ما هي دولتكم ما هي لكن ناس اخرين اهل الخير اللي جاب قال لك تخش ساسي مو اهل الخير راهو ناس تونس كل بعضهم بارك الله فيك بربي يا ولدي باش يخرجوه وهو تبدا تبكي بارك الله فيه اللي عمل الخير على الاقل ما هو هذا مازال معنويات كي تقول له راك شاد انت باش تقعد غاديك حتى يشوفوك حل ونحلوها المشكله علاش حكينا كل برا ها امورك علاش حكينا يرتاح علاش حكينا اليوم مش يا بلا هذا هو علاش حكينا والله ما بينا نسمع هو ما بينا نسمع هو نهار السبت نهار السبت كلمتها قلت لها يرحم والديك علاش توا انت ربي يفضلك معناتها وربي يعطيك الصحه اما راجل مريض مريض مضر والله مريض مش نعمل عمل اخر على الاقل يجروا فيك معناتها مش معناها قلت انا حكيت محمد باش تقتلني جنبي قلت لها فهمتي تكون مطمئنه والله هاو بيناتنا معناتها وانا نهار السبت فهمتني احد ما فهم شيء قلت لها نهار الاثنين انا نمشي نطلع على محمد ونجيك للدار فهمتني؟ وهو وفي نفس الوقت قلت لها اعطيني فرصه سمحت سي مولتي وزاره البر قلت لها اعطيني فرصه انا نحكي معها تو انا راجل انا نحكي معاك انا فوزي صدقاوي قلت لها اعطيني فرصه باش نجم نتحارب نشوف شنو نجم نعمل
في الاثناء وانا ماشي كلمتني مدام ليلي قالت لي راهو وينك، قلت لها انا ماشي لمحاماة تاع المصحه كنت في الخارجيه انا قبل كي كلمتني كنت في الخارجيه والله 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 احكي الخارجيه يبكي بالحق شيء بكرة كل صراحه جاء ربي يرحم والديكم ما يتعاونونا والله ما ريتش منهم تقصير انا والله مجتهدين وقالوا لي جيبوا لنا دوسيات تو نتحرك مع فهمت معناها الحق يتقال معناها توا اداريا وكذا الناس تخدم على الواحة ناس اخرين ما يهمنيش انا نحكي مع الناس اللي كل واحد حق فوزي كلمه واحده وقتي معناها انت متحمل المصاريف نتاع محمد الرئاسه متحمل هذا هو هذا ما خرجنا من غادي ما نعرفوش وقتاش باش تبعثوها من قطر متفقين على قطر اما عطينا المصاريف خليها المراه ترقد في الليل حاضر ما هي مشكلة راهو هي مشكلة راهو فينا نحن داخليتنا راهو منين باش نجيبوا ولدكم يقول واه يا خويا راهو اليوم صحيح نجيبوا لكم برا سيمولدي احنا ما خرجنا من غادي الا ما تفهمنا على مع الرئاسة انه فهمتي المدخل بالذمة قال 900 وكذا والمصاريف الباقية حتى لين يحين وقت السفر بالنسبة لي هو بالنسبة لمحمد وبالنسبة لرشيد دونك سي جو ريكابيتول نهار الخميس نهار الخميس اي نهار الخميس ما تلحقش هاني جاي ماشي جاوب نهار الخميس نهار الخميس هو غدوة جوفري غدوة ثلاث نهار الأربعاء نهار الأربعاء واحد من الرئاسة باش يمشي للكليك فهمتي يسافر وضعي فهمنا مفيدة موافقة هذا بالنسبة للكليك هذا بالنسبة للخروج ان شاء الله ربي يسر ضمن الخيارات الموجودة ضمن الخيارات الموجودة قريب جمع اثنين ثلاثة المهم يخرج احنا راهو انا لاباس انا قاعد انا هنا يعني لاباس ما عندي حد شيء جيب شرب ماء باش تنام راهو ليه اعطيه حاجه باش سامحني راهو